يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الأذيان. انصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان، واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجنان. من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والعواني، فالله ناصر ديني وكتابي والله كاف عبده بأماني. لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنود فعساكر الشيطان. شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان، واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان، وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بثواقب الشهبان. لا تخش كثرتهم فهم أمج الورى وذبابه، وتخاف من ذبان، واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان، واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان، فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بيسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان، فالحق وصف الرب وهو صراط الهادي إليه لصاحب الإيمان، وهو الصراط عليه رب العرش أيضا ذا وذا قد جاء في القرآن. والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان. لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان، فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان،
فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران، فبذاك ينجو العبد من إشراكي ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين واضح البرهان، يدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان، لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله عدل حاكم فيه الشفا وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان، فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر ولا صيان، قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان، وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا صيان، وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني، هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان، وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان، وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان، فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن، واقصد إلى الأقران لا أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقران، واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن، والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان، فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأماني، واهجر ولو كل الورى في ذاته لفي هواك ونخوة الشيطان، واصبر بغير تسخط وشكاية واصفح بغير عتاب من هو جاني، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران، وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق باصرتان، انظر بعين الحكم ورحمهم بها إذ لا ترد مشيات الديان، فانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران، واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن، واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، وإذا انتصرت لها تكون كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران، والله أخبر وهو أصدق قائل أن ليس ينصر عبده بأماني، من يعمل السوء سيجزى مثلها أو يعمل الحسنى يفز بجناني،
هذه وصية ناصح ولنفسه وصى وبعد لسائر الإخوان.